ملعوبة بالجول لصبيخات، ويسجل صبيخات، والمفاجأة بأول 18 ثانية صبيخات يستطيع تسجيل هدف سريع جدا لصالح فريقه. إذن صبيخات يفاجئ القادسية، يفاجئ القادسية بتسجيل هدف التعادل، بتسجيل هدف التعادل. إذن برونو 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 الظاهر هو اللي سجل. هذه بعد ما لعبت الأولى وترجع إلى برونو. برونو إذن برونو يسجل في الدقيقة، ما نقدر نقول